مش حافظ القرآن كله معذرة أنا آسف مش بتام حد هو حضرتك لا أنا ما عنديش تفاصيل أنا بعرف معلومات دي منك تمام يعني هو بيقرأ مثلا سمع أستاذه مثلا وليكن الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ رفعت الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي العباقرة العمالقة دول ما دخلوش كده من فراغ الإذاعة والحاجات دي الناس دي لقوا نفسهم الوالد خد الابن وحطه في الكتاب ما يطلعش من الكتابة اللي هو حافظه بعد فترة يجود القرآن ولازم لابد من التجويد لأن التجويد ده بيعلمه أشياء كبيرة كتيرة وبعدين في علامة استفهام موجودة في حياتنا اليومين دول اسمها الأطرق لها دون ذكر الأسماء في قارئ اعتمد عام 96 بدون ذكر أسماء القارئ ده لما اعتمد كان مستواه هايل مكسر الدنيا بعد كده تنحى جانبا وانشغل في مهنته او حاجه وبعد كده بيخرج دلوقتي للناس على الهواء مباشره فالناس مش راضيه عنه فده عايز وقفه مع النفس هو يقف مع نفسه ويشوف هو طيب يعني احنا مش بنتكلم في اشخاص قد ما بنتكلم في حاله تمام الحاله لابد ما حضرتك حطيت اشرت الى الجرح اللي احنا عايزين ندمجه او نعالجه عودة الكتاتيب الى مصر طيب. تنتعش الحياة القرآنية في مصر مرة اخرى وتعود الى عصرها نتمنى يعني احنا دلوقتي يا شيخ طه بقينا بنسمع قراءات للقرآن في مصر بنحس انها غريبة عننا او ان احنا مش يعني متفاعلين معاها كما كنا متفاعلين مع من كانوا يقرؤون القرآن من النجوم والمشايخ الكبار في مصر دخلت علينا قراءات اخرى يمكن تكون صحيحة انا لا اعلم يعني ولكن أذن المصري يعني غير معتادة على هذه القراءة وهي انتشرت بشكل كبير يعني انت حتى اللي هقولك ايه لو ركبت مثلا تاكسي هتسمع القرآن فيه بطريقة غير اللي انت تربيت عليها دي مشكلة او يعني مش مشكلة تبقى موجودة لكن يكون الاصل موجود القراءة المصرية اللي تقريبا بقتش موجود لا اصل هم دول معظمهم مقلدين يعني معظم اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول مقلدين ومعظم لا غير المقلدين انا بتكلم على اني دايما بسمع تلاوه غير مصريه اللي بيقراها مش مصري فبيقرا بطريقه اللي بيقراها غير مصري نعم ما عشان هنا احنا يعني برضك اتفتح المجال لان الناس متشوقه تسمع لون مختلف يعني احنا مثلا عندنا الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله عليه تبص تلاقي مئات المشايخ بتقلد الشيخ مصطفى اسماعيل عندنا الشيخ الطبلاوي مئات المشايخ بتقلد الشيخ الطبلاوي تمام. عندنا مثلا كل شيخ دلوقتي بقت موضة يقول له آية كده يقلد فيها الشيخ رفعت أثناء ما بيقرأ مثلا يعني إنما إن نفسنا إن المشايخ اللي موجودة تبقى كل واحد وفي على فكرة مشايخ عظام موجودين حاليا دلوقتي بس مش ملقى عليهم الضوء كما كان ملقى على الذين كانوا من قبله بالظبط لأن كان زمان بقول لحضرتك المناخ كان عظيم وكانوا المبدعين فيه قطار وكل واحد كان مبدعين في كل المجالات الحقيقة كان الإبداع كان والعصر الذهبي لدولة التلاوة فعلا كان في العصر القديم وكان كل شيخ مدرسة مش قديم قوي يعني كان من بداية الأربعينات نقول أو حاجة طبعا زي طبعا من بداية لا مش القديم يعني من 500 سنة ولا 400 سنة لا هم بس ده احنا للأسف لا ده كان في مشايخ عظام جدا طبعا. بس للأسف احنا ما عندناش تسجيلات ليهم ده كان في مشايخ يعني أول عظام. شيخ سجل القرآن في الإذاعة أو في اسطوانات كان شيخ مصطفى إسماعيل الشيخ مصطفى إسماعيل طبعا سجل أول من الناس اللي سجل لأن الناس ديت أصلا كانت لما تقرأ كان بيبقى محتاج مثلا ربع ساعة نص ساعة عشان صوته يسخن صحيح يعني مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل وفضيلة الشيخ محمد سلامة ده ما حدش يعرف عنه حاجة ده كان من الناس اللي هي كان يعني كانوا يطلع هو جنب الشيخ مصطفى إسماعيل كده الجمهور يكسروا الدنيا هما الاتنين الكلام ده كانوا بيقولوا أيام قبل ما يطلع الميكروفون كانوا بيقولوا من غير ميكروفون وصوتهم يوصل يعني لأقصى الأماكن بدون أي آلات طيب تساعدهم يعني نقطة الميكروفون دي نقطة مهمة حسأل فيها أستاذ محمد الساعتي يعني الإذاعة والتلفزيون كيف أثر على انتشار التلاوة المصرية في العالم يعني البعض بيقول طبعا أنها أثرت بشكل كبير جدا في انتشار وشهرة من يقرؤون القرآن في مصر لكن كان أيضا في تأثير سلبي على بعض القراء العظام أمثال الشيخ سلامة اللي قال عنه الكاتب شكري القاضي أنه أفضل من قرأ القرآن بدون ميكروفون
في عصر سيد القراء محمد رفعت، وكان صاحب مدرسة فريدة في التلاوة، وتفوق على أقرانه بامتلاك القدرة على مواصلة القراءة لمدة 4 ساعات. إلا أنه ظهور الإذاعة كانت نقطة سوداء في حياته، لأنه الميكروفون لم يكن يتناسب مع طبقات صوته وحال بينه وبين الانتشار. هل صحيح أنه ميكروفون الإذاعة لا يناسب كل القراء، يناسب بعضهم فقط؟ في حضرتك في قارئ الآن موجود على الساحة أعرفه شخصيا، يعني القارئ ده في السهرة العادية بسم الله ما شاء الله، زي ما بيقول في المثل الشعبي أو العامي، بعفرة العفريت، يعني بيجيب بيمتع الناس وبيجيبهم بجميع المقامات الموسيقية. جميل. احنا بنتكلم على المايك، الميكروفون بيجيله حالة هستيريا، بيخاف. يعني الفكرة انه بيخاف مش هو، يعني اي حد انا ساعدت حضرتك انا معك على الهواء الوقت، في بعض الناس بتيجي على الهواء وترتبك وتفصل، ما تقدرش تواصل. فهو يمكن ده اللي حصل للشيخ سلامة. لا الشيخ سلامة صوته كان يحرق الميكروفون، يحرق الميكروفون. ولذلك لو تأملت في سيدة الغناء العربي بديات السيدة أم كلثوم، كانوا يحطوا لها الميكروفون فين؟ طبعا فوق، لأن طبقة الصوت بتاعها لو هو قرب منها ترخي الأجهزة. يعني دي كانت المشكلة. طيب يبقى الميكروفون مش مناسب لكل من يقرأ القرآن. محمد سلامة الكبير ده كان صوته قوي، ما كانش في حاجة للميكروفون. لكن لو قربوا منه بس الميكروفون، اللي هيقرأ في الإذاعة يجب أن يكون أمامه ميكروفون، ده ما فيش كلام يعني. تمام. بعدين أنا عايش عشان أؤدي وأطلع اللي عندي كله، لازم أسمع نفسي. طبعا ده شيء مهم جدا. ولذلك تلاقي حضرتك الوقت في اجهزه محسنات صوتيه للشيخ طه قال عليهم شويه، محسنات صوتيه بقى للناس اللي محتاجه محسنات صوتيه، وهم كثر هذه الايام مش بس في تلاوه القران الحقيقه. طيب بمناسبه الاستماع، عايزين نسمع منك حاجه يا شيخ طه. احنا في ايام مفترجه واول يوم رمضان، وتمتعنا وتشجينا بصوتك العذب الجميل. اتفضل. الله يعزك. اول حاجه شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما، شهر الصيام فريضة صام رمضان جوزية في الجنان مقاما، الصوم لي الله قال فصم له، الصوم لي فصم له، يا عبد واستغفر به الآثام لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام بحلوله، والصوم من حسناته بحلوله، والصوم من حسناته تتذكرون أراملا ويتاما. الله عزت عليك يا شيخ طه، جميل وعذب جدا الحقيقة. الله يعزك ويبارك فيك. احنا سمعنا يا أستاذ محمد أن حضرتك أيضا يعني لك في الإنشاد الديني.
احنا بنقول بس يعني احنا نستأذن الشيخ طه نسمعك ايضا النهارده يوم سمع استاذنا مولانا الله يعزك لا نسمع حاجه انا هتجرأ قدام ابن شيخي وشيخي الله يخليك وانا اسمح لي حضرتك ان انا اترحم على والده الشيخ الفتاه للعالم الاسلامي فضيله الشيخ عليه رحمه الله ابراهيم فتح الله الاسكندراني وكان تربطه علاقه حميميه مع الشيخ شعراوي والشيخ شعراوي انا يعني اعتبر ابنه روحي كنت التقي به هناك وكده لكني في هذا المقام اسمح لي مش هقول بقى في رمضان مش عارف مش محضر انا زيك يعني لا اصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حاجه يعني او ادعي ربنا عليه الصلاه والسلام بس اعرف بس مسموح لي قد ايه دقيقه ولا 50 ثانيه ولا قد ايه لا مش 50 ثانيه اتفضل يعني دقيقتين كمان او ثلاثه استاذنك يا مشخطار اتفضل سيدنا اتفضل صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال صلى الله عليه وسلم والتسليم من المولى القديم على طه صلى الله عليه وسلم على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومنتقاهم سراج العالمين بلا محال هو من سيدنا النبي سؤال عليه الصلاة والسلام هو البدر المنير رفيع جاه الله شريف أصله عالي وغالي هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله صلى عليه مسلما مولاه أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد اللهم صل وسلم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه شكرا جميل يا استاذ محمد والله انتم بتمتعونا في هذا اللقاء والله يعني مش عارف قاعده بالاصوات الله يعني يسيبوا بقى من الصحافه ويشتغل منشد بقى طب ما فعلا انا لا هي هوايه طبعا احنا بنشرف حضرتك بالانتماء لله القران طبعا ونقابه الانشاد طبعا ده هو عايش مع المشايخ وطبعا واضح وظاهر جدا الله يعزك يا رب شكرا استاذنا الشيخ طه يعني كان شيوخ ايضا القراءة القدامى المصريين كانوا بيجمعوا بين حلاوة الصوت والاداء وايضا بين التفقه في امور الدين وامور اخرى كالادب وايقاعات ومقامات الموسيقى كانت قراءاتهم بتخرج من الاعماق لكل هذا يعني كان القارئ مش مجرد صوت حلو ولكنه كان ايضا صوت مثقف هل ما زال من وجهة نظرك القارئ المثقف موجود في مصر؟ ايوه اكيد في يعني لكن النسبه عامله ازاي هما مش كتير بس هو كان زمان طبعا كل قارئ كان ليه لونه وشكله وكان ليه مدرسته ما تقدرش تقول ان ده شبه ده ابدا بالظبط هو دلوقتي ناس كتيره شبه بعضها بس فيهم المتميزين فيهم الناس المتميزين في ناس متميزه بس مش باينين قوي يا شيخ ما اما مش باينين عشان في زحمه في زحمه في زحمه في المشايخ يعني هو في زحمه بس الجيد قليل فمش باين في وسط الزحمه
وزمان ما كانش فيه زحمه يعني ايام الشيخ محمد رفعت وعبد الفتاح الشعشاعي والشيخ صدي المنشاوي والشيخ طه الفشني، ما كان فيه زحمه برضه، لكن هم كانوا بايدين جدا جدا يعني بالظبط، بس ما كانش حد يجرؤ يطلع على شيخه.